بشينه نادي كندي بشينه مدينه مدينه الله يخليها قاعده. علاش مول البندير وماشي مول الطعريجه؟ ونظرا لان الفيديوهات اللي تبارطاجاو بزاف ديالي فيهم بندير رغم انني كنخدم حتى بالطعريجه والناس عارفين انا كنفضل سميتي احسن حاجه. علاش عندك بزاف ديال المتابعين مثليين؟ تدخلتي وقلبتي وعرفتي متابعين واش عندي مثليين؟ انا اختي ما عندي متابعين حتى لا كانوا مثليين كاختي بشر. ما نقلبش لهم في لاكارت ناسيونال واش كاتبين لهم مثليين ولا سويين ولا الفنانين ديال الشعبي اغلبهم كينكروا ولادهم ممكن ديرها ولا درتيها. اولا اغلب الفنانين ديال الشعبي ما عندهمش هاد السمات هذه اللي فنانين ما كينكروش ولادهم بيان سور ما يمكنش غادي نديرها ولا درتها. شكون واللي ينكر ولادو راه كاينه مسائل باش يثبت ولادو. هذه مسائل راه احنا غاديين في 2020 ان شاء الله غتزوج بروسيا من دبرتي عليها. عتجا تجا صافي داكشي مع ولكن باقي ماشي سيغ راه باقي ماشي سيغ باقي ماشي سيغ. شنو اقوى حاجه تجذبك في البنت؟ راه ديك الحاجه والله ما باقي ما عرفتها انا انا نعرفها راه نقول لك عليها داكشي حتى هي عتجا. انت وشاكيرا كنتو مصاحبين ودابا نوضتوها علاش؟ نوضحوا هاد مصاحبين الله يرضي عليك مصاحبين كنا اصدقاء كنا اصدقاء نوضناها ما نوضناهاش دما نوضناهاش زعما فاش نوضناهاش تيش تنويضه ماشي مابقيناش كنهضرو غير شوفي كانت خدمه ملاقيه انا دابا ولات خدمه مفرقانه لان كل واحد راه عنده لين ديال الخدمه ديالو فهمتيني داكشي عادي. واش عمر شي بنت دارتها بيك وبغيتيها ومشات وخلاتك وداكشي؟ والله ما معمر راسي بهذا الشيء ومعمره وقعت لي ان شاء الله ومعمره غادي توقع ليا. تريح هاشير ضجت سيمو بن بشير ودنيا باطمه وسعيده شرف وحمزه مون بيبي شنو بان لك فيها؟ شوف باش نكون تنهضر على شي حاجه اللي تنعرف دنيا اللي عرفت عليها انسانه طيبه وظريفه قلبها صافي. يعني شوف كل واحد عنده شخصيته يعني ما يمكنش غادي تقول هذاك فنان لا خاصو يكون هذا وخاصو يكون هذا. يعني دنيا كتشوفها واحد الانسانه ماشي منافقه. دنيا كيف كتهضر قدام الميكرو كتهضر قدام الكاميرا راه هي هذيك الانسانه صافي. يعني ما كتصنعش باش الواحد غادي يبدا يتصنع قدام قدام الصحافه والميديا وداك الشيء هذاك كيتسمح شويه النفاق. يعني الدنيا هذيك هي الصوره ديالتها ومن اطيب خلق الله. سيمو سعيده ما عنديش بهم شي علاقه كبيره وصافي. علاش كتضحكي؟ علاش عرفتي علاش ضحكتي انايا؟ داك الشيء الاخر عندي فيه علاقه. لاتي شحال كتخدم في العراسات؟ انا عارف قريب تجوج ان شاء الله صافي. شوفي ملي يكون العرس عيط ليا وماشي مشكل. لا الثمن شوفي كل اقل حاجه خدمت بها في الكارير ديالي اقل حاجه خدمت بها هي 300 درهم. 300 درهم باقي نعقل عليها. واحد 100 درهم حمراء وواحد 200 زرقاء. اول حاجه خديتها عرفتي فاش؟ في الامداح. كضحك انت. واش بصح انت على خلاف مع اكرام العبديه وشنو المشكل؟ لا بالعكس تماما انا ماشي على خلاف مع اكرام العبديه غير وضحت واحد المساله ديال اللقب. اكرام كنت غندير الحصباوي ولكن من زمان كنت كنهضر على اكرام كنت كنهضر على شي واحد اخر اللي تا هو ياخذ نفس اللقب فهمتيني. انا وضحت عطيت نصيحه اخويه هذا الشيء اللي كان. اكرام ما عندي معاه حتى شي خلاف بالعكس. علاش حيتي فولو الشاكيرا من الانستغرام؟ ما عقلتش. دابا كبرت. واش انت مع مقوله الرجال كاع فحال؟ هو شوفي الرجال في الصراحه فحال في شي حوايج في اغلب الحوايج فهمتيني ولكن فحال لا روب. واش كتذبح في العيد؟ دابا دخلت عليك بالله انا بالي. لا شوف
صراحه كنعاون في السليخ ونحيدوا البطانه ونقردوا في الصلو تفصال وداك الشيء تنعاون فيه. ما الذبيحه باقي ما كنشدش عبار القرجوطه مزيان. نصيحتك للبنات كيفاش يتعاملوا مع الرجاله؟ شوفي راه ما كاينش ديك الهضره ديال كيفاش تتعاملي مع الرجاله وخاصني ندير وخاصني ندير. ليف يور لايف وعيش حياتك مهنيه. انت اش بتصدعي راسك كيفاش غتعيشي ولا صافي المكتبه غتجيك. كيف كيجيك مصطلح بوركابي؟ ما عرفتش ما فهمتش انا علاش بوركابي زعما عندو الركابي راه قاعد ندير الركابي. اش شي واحد عنده شي ركابي ديال الجمل ولا شنو؟ بوركابي مولات الركابي تيتلاقاو ان شاء الله. ميرسي بوكو.